من موقفه يا ابو علي ابن ادم يبين قدره والصاحب تعرفه وفي من ما يخون العشره. موقفه يا ابو علي ابن ادم يبين قدره والصاحب تعرفه وفي من ما يخون العشره. من ما يخون العشره ظليت ما كن وياك الخجل ظليت يا ابن السماء وخير العمل ظليت وحدي لجان كل امل وياك